جميل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخوتي أخواتي الكرام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إذا أطلع عليكم في هذه المعلومة، التغريدة السمعية المرئية مباشرة. وقبل أن أبدأ بشكل رسمي، أريد أن أشكر كل المشتركين على قناتي اليوتيوب، شكرا جزيلا لكم، وشكرا على تفاعلكم، وشكرا على كل مساعدتكم لنا. إذا أنا أريد أن أوجه رسالة لكل التقنيين الذين يسعون إلى فرمتة أو إعادة تهيئة جهاز الكمبيوتر بالكامل. إذا سبق ونشرت تغريدة قلت بأني سأشرح لكم كيف تعاملت مع كمبيوتر جديد، يعني بالكرتونة هكذا. هو لابتوب خرج من عند إحدى المتاجر التقنية. هذا شخص تقني ما شاء الله. جميل جدا أنك تملك محل تقني، والأجمل من ذلك أنك تعرف طريقة الفرمطة. ولكن هناك شيء ما سأنبهك عليه، وهو عندما تفرمط جهاز كمبيوتر جديد أو ديسك دير جديد، يجب أن تقسم ذلك الديسك دير إلى أقسام. لماذا؟ يجب أن تقسم الديسك دير إلى أقسام. السي سنضع فيه معلوماتنا، عفوا، السي هو السيستم، هو النظام. الدي سنضع فيه ملفات، والأو أو الأف أو جي أو ما شابه ذلك، يعني ديسك لي زوتخ ديسك لوكال. يجب أن تقسم ديسك دير قبل يعني فرمطة الجهاز بشكل نهائي. إذا أنا جبت كمبيوتر جديد بالكرتونة، لقيت فيه السي واحد. تخيل معي هذا الشخص الذي لو أخذ هذا الكمبيوتر ووضع فيه ملفاته العزيزة عليه، ووضع فيه صوره وفيديوهاته وملفاته، تخيل معي لو حدث في مشكل. طبعا كل الملفات ستضيع، كل الملفات ستنعطب، كل الصور ستفسد. إذا أنا أريد أن أوجه رسالة لكل التقنيين في محلاتهم التقنية أو التجارية، عليكم بتقسيم الهارد ديسك إلى أقسام، إلى ديسك لوكال E والF والجي وبقية الأحرف اللاتينية. اتفقنا؟ سي هو السيستم، والدي والE والF إلى يعني بقية الديسك لوكال هي عبارة عن يعني أقسام نضع فيها ملفاتنا. حتى وإن انعطب السي تبقى الملفات في الدي، حتى وإن انعطبت الملفات في السي في النظام ونعيد تهيئته من جديد، ستبقى الملفات المخزنة على الدي والاف والجي وبقية الديسك لوكال. هذه كانت نصيحة في عجالة لكل من يملك محلات تقنية. شكرا لكم على اشتراكاتكم، شكرا على تتبعكم، شكرا على تفاعلكم على مواقع التواصل الاجتماعي صحراوي منير. كذلك اليوم لا تنسى الاشتراك ومشاركة هذه المعلومة مع زملائك كي يستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.